عودة إلى مزيد من المتابعة والتحليل، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين. بداية وبعد التحية، مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء إلى أي مدى يعد إضافة للاقتصاد المصري؟ أهلا بكم. طبعا المشروع أعتقد الكل كان مستنيه، طبعا لأن الرمال السوداء من المعادن الرمال التي تحتوي على معادن استراتيجية بتخش في صناعات متقدمة، وكون هذه الرمال كانت فترة طويلة للأسف كان بيهدر استخدامها أو كان يساء استخدامها في أعمال غير صحيحة. دلوقتي أصبح المشروع والمصنع الذي أقيم في الفترة الأخيرة أصبح يعني بوابة لمنع هذا الإهدار اللي كان بيتم، وفي نفس الوقت بيكون يعني باكورة عمل لاستغلال هذه الرمال وانطلاقا لاستغلال المناطق الاخرى المزمع ان شاء الله تتحط في الخطه ويكون استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني. نعم، الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، شكرا جزيلا لك.